لك قصة بشعة كتير، بس هيك بتصير عن حالي. هيدي قصة معقولة كل يوم تصير وبتصير كتير، واسمعها أرجوك كرمال. بعشرة كانون التاني نهار السبت بعد الظهر، اجت مارو تساعد لي هي وبنتها، وغفوا على مريم وبيحبوا مريم وما بعرف شو. قلبي انا خدع على الانيفرسري، انا ما بعرف وين راحوا باستراحة المارينا بالنهاية. تعرفت شو صار؟ ما بعرف انه بس هي بنت تحت السن ومرا عمرها 40 45 سنة، هي مسؤولة مثل ما جات غفت عليا واخدتها بدها تغف عليا وتجيبها لو بدها تسهر للضو. دلت سهراني قلت لها هيدا الانيفرسير، وين بيكون في انيفرسير حد هلا؟ يا عمي ساعة 6 نمت، ما نمت ما نمت، قعدت صلي بالمسبحة يا حين المسبحة زوما ما نمت. يمكن إذا غطيت شي نص ساعة، خمسة أو خمسة ونص، شي نص ساعة غطيت، تعبت كثير تعبة أعصابي. إجاني فكر يمكن راحوا شي سهرة وتأخروا وهالبنت دلت عنده. قلت لها يا مارو البنت عندكم؟ قلت لي لا. قلت لها مارو البنت وينها؟ قلت لها البنت وينها؟ قلت لها البنت وينها؟ وين راحته؟ وين صورته؟ قولي لي ايش اسمه المطعم؟ وين المطرح؟ شو اسمه؟ قولي لي. بنص سهرة كانت أمها لرفيقتي كانت قاعدة هي ورجل ما بعرف مين، ومن السهرة كانوا سكرانين وهيك واختفت رفيقتي ما بعرف وين راحت. في شاب يجي بيقول لي هلا مش رح تلاقي تاكسيات وسيرفيسات تطلع على البيت، أنا وخيي مدري رابطي بنوصلك على البيت. هو شو اسمه؟ محمود. بتعرفي عائلته؟ لا ما بعرف عائلته وما بعرف شي عنه. هلا انا عبينا بدي فل على البيت، رحنا بالسياره وصلهم كلهم، بقيت انا اخر شيء معه ومع قرابته. كنا بمنطقه انا ما بعرف لا شو اسمها ولا وينها، اول مره بمرق منا. قمت رحت انا زلت معه. هلا انا عبينا بدي فل على البيت، هو عدني ما بيصير شيء، انه بس بنقعد بنحكي بنتعشى بناكل وبس يطلع الضو بيوصلنا على بيتي. شو صار يعني؟ انت بنت حلوه وبتنحبي وحبيتك من اول ما شفتك، وهيك حكى منهم. بلش يقرب علي شوي شوي، انه انا صار بدي شيء وعم بخاف اكثر، بدي بعده عني. لقط لي ايدي انا شده تبعده عني، هو يشدني تيقرب مني. بالاخر شو عمل؟ سنحنا بالام، سنحنا من تحت اول شيء. انا ساعتها بلش خيف اكثر، صرت لبطه باجري وكيف وين ما عدت ايش انه لبطه تيبعد عني. بالاخر بعدين ام قال لي بطل في اتحمل بنت حلوه قدامي وما يندق فيها ما هيدا. وانا ساعتها خفت انه بالقوه صار بده يعمل هيدا الشيء بالقوه. ام خيرني خيارين، يا من قدام يا من ورا. قلت لها دخلك وانت خدت البنت وجيتي ورحتي على شغلك وامانت على بنتك والبنت القاصرة يلي غفيت عليها وحبيتيها، اجت معكي ما اجتش معكي؟ انا هاي ما بفهمها. عندها ام؟ عندها ام؟ تعي قولي لامها، تعي لو كان الساعة 4 الصبح تعي قولي لامها. امها بتنزل، تعي قولي لامها، امها بتلحقها. ما كنا وصلنا لحد ما وصلنا، ما كنا وصلنا لحد ما وصلنا، تعي قولي لامها. ام برامني برامني غصبا عنها وفوتوا، بس ما عاد بعرف اذا من قدام او من ورا. وانا من وقتها صار عندي صرصاب مخي اذا انا بعدني بنت او مش بنت. انا قلت خلص راحت علي، وصار وانه خلص حرام عليك ارحمني. ثلاث ايام ضلوا يعملوا ذات الشيء.
ثالث نهار كمان بيعمل معي جائزة، يعني بالنهار يعمل معي هيدا الشيء ثلاث أربع مرات أو مرتين. صغيرة وما بتعرف بلعب الكبار، كانت عم تلعب أخذها النسر وطار. غيبت عشرة أيام، عشرة أيام، بالعشرة أيام ما بتعرف شيء. يا هدى ما تدوق النوم يا عمي، ساعة بحمل المسبحة وبصلي، ساعة دور التلفزيون بالعيلة، يعني بك تقولي نقم ناس مظلومة فايدة بنتها. أنا ما بعرف وين استراحة المارينا، لا بعرف، قلت لي بأنطلياس وهي قاعدة، ما قالت تدلل هاي المرة، اتعذب رايح جاي من دبي الأنطلياس، امشي امشي من دبي الأنطلياس وعاتب ما فيش كهرباء، تعبانة نفسيا وكلي وعصبيا وكل شيء تعبانة وتعبوا اجري انا وامشي، عملوا معروف دلوني مزبوط اي مصري. انا وصلت لحد فت الجو على هيدا مثل المكتب عندي انه بس هيك طاولة، قلت له مريم حديد، مريم حديد عم تيجي لهون؟ قال لي ايه بتجي. قلت له البنت وينها؟ وين البنت؟ وين مستلمينها للبنت؟ بعرف يمكن على الدورة، وكر شوفي على الدورة بنهر الكرب، وكر شوفي بالمدينة، وكر شوفي بدبي في، ولك وين عندي؟ هاي البنت القصرة اللي فضحتهم. بس ليه ما كنت عم ترجع على البيت؟ ما راح اشيلك صعبة انه كيف بدي واجه امي، انه صرت تفكر ما تفكر امي انه انا كان بدي هالشيء او تفكرني انه انا بنت مش انا بهذا الوقت. بهذا الوقت فيش خمس دقايق بس قلت له انا اما، من بعد ما حكي على التليفون وكل شيء قلت له انا اما، فيش خمس دقايق اجت البنت. الظهر كان في الشتاء بيقول لي انا معي 5000 ليره مدري 2000 ليره خديهم وروحي ببص ارجعي مطرح ما كنت وما تخلي يعرف بهذا الشيء اللي صار بيني وبيني. اجت البنت، بس اجت البنت خلعت هالباب وطارت غمرتها وبوطها. يا امي بدك يا امي، ما 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 ما, بتا... ما عرفتي انا شو عملت، ما عرفتي امك شو عملت، شو طيب ما بقاش فيني امشي يا امي. رحنا على بعض التحري قلت له لايكو لايكو، وحدا يدق بالبنت، طلبت منهم بدي حكيم شرعي قبل الكل، بدي طبيب شرعي. عشان اجى الطبيب الشرعي فحصني بس صرخت كثير، صار قلبي يتخزق، تعرفي كيف يتخزق؟ تخزق قلبي. بس طلعت انه بعدنا بنات، وساعتها رجعت للبسمة على وجهي، يعني كثير انبسطت، قد ايه كنت مصرصبة وزعلانة بس صرت قلبي. رجعت وبص الارض قلت كتر خيرك يا ربي. انا بطلب وين الدولة، وين؟ وين الدولة يلي انا تعذبت ونقهرت؟ عشرة ايام غايبة بنتي يلي قدام الشكوى يلي ما حدا تحرك منهم. انا راح جبت بنتي تعرف وين بنتي، بنتي مظلومة ما عم تحكي معي. افيش الزوم بقى يلبسوا بدلة ويحملوا فرض على جنبهم، ان كان دركة، ان كان تحري، ان كان ابن دولة، ان كان بحث معلومات، بس في زوم يلبسوا البدلة ويحطوا الفرض على جنبهم. هالام اللي تركي اللي فايدة بنتها إلا شهر ونص قاعدة بالبيت، فرانكا بيسمعها، غرقت بالديون. أنا بقاش فيني أطلع، مين بده يخلص لي ديوني؟ بقاش فيني أطلع من ديوني، مين بيخلص لي إياه؟ يا صغيرة وين رحتي؟ يا لفتي نحيلي، ويا دمعة بخيلي بخيلي، قولي